اهلا بيكم في سلسله الدليل الشامل اللي بنرفع فيها الوعي الطبي لكل الناس اللي بتشوفنا. النهارده هنتكلم على عمليه حاجز انفي ولكن غير ناجحه. اسبابها، مشاكلها ايه، وليه ما نجحتش؟ طبعا عمليات الحاجز الانفي ذات زي ما احنا قلنا اتعملت بنسبه استعدال 100%، فما فيش حاجه اسمها العمليه بترجع مره تاني. لكن لو العمليه اتعملت وجزء من الحاجز الانفي وخاصه الجزء الداخلي ده ما اتعملش نتيجه ان هو ما اتشافش كويس، نتيجه ان هو ما عملناش تشريح كويس في كل الحاجز الانفي لغايه ما وصلنا له وعملناه، عشان كده العيان بيخرج عنده سده ولسه موجوده العوجه بكل الاعراض بتاعه الحاجز الانفي. عشان كده ناس كتير جدا بعد العمليه تقول لك انا عملت الحاجز الانفي وبعد ما عملتها اسبوعين ثلاثة كل الاعراض ابتدت ترجع مرة تاني، او اتحسنت 50% او اتحسنت 20%. يبقى اول سبب مهم جدا، ودي من ضمن التريكات بتاعة الحاجز الانفي، ان احنا لازم نعمله بنسبة استعدال وخاصة الجزء الاخراني. تاني حاجة مهمة جدا، كتير جدا يعملوا الحاجز الانفي يقول لك انا خرجت من العملية مناخيري بتصفر، خرجت من العملية ما تحسنتش، عندي قشور في مناخيري، عندي مشاكل، النفس ما تحسنش. ده بسبب ايه؟ بسبب ان العملية ما تعملتش بدقة، ما تعملتش بالمنظار. فابتدى زي ما احنا قلنا ان احنا بيبقى فيه هنا الجدار بتاع الانف اللي داخلي اللي بره الحاجز الانفي، واحنا بنعمل الديسكشن او بنعمل التشريح بيتعور. لما يتعور الجدار ده بيعمل لنا ايه؟ ثقب في الحاجز الانفي. الثقب بتاع الحاجز الانفي ده للاسف من اسوأ الحاجات اللي ممكن نقابلها بعد عمليات الحاجز الانفي لو ما اتعملتش مظبوط وبايد ماهره وعند حد متخصص وشاطر. فطبعا من ضمن المشاكل الثقب، مشاكل الثقب ان هو للاسف ما يبقاش له علاج، وخاصه لو كبير، دي نمره واحد. بيعمل مشاكل النفس، بيعمل قشور، بيعمل صفارة، بيعمل لخبطة في دخول الهواء، بيلخبط لك كل الأنف. عشان كده كتير جدا يقول لك عملت الحاجز الأنفي وما تحسنتش، عملية حاجز أنفي غير ناجح. الحاجة التالتة اللي مهمة جدا، التصاقات داخل الأنف بسبب عملية حاجز أنفي. عشان كده ليه؟ كتير جدا من عمليات الحاجز الأنفي بنعمل معاها تصغير للغضروف بجهاز الشيفر. لو ما اتعملش التصغير بجهاز الشيفر واتعمل ان احنا بنكوي او بنحرق او بنشيل الغضروف كله او بنعمل حاجز الانفي وما بنعملش نظافة كويس وما بنحطش الدعامة اللي احنا بنتكلم فيها ديا، الدعامة ديا بتمنع التصاقات الانف بنسبة 100% بدون نقاش. عشان كده دعامات الانف النهاردة اهي اللي انا حاطط فيها الخيط اهي وبتتربط في الانف وبتتثبت والعيان بيشيلها بعد 10 ايام او اسبوعين براحته في اي حته هو مسافر فيها. الدعامه اهي المفتوحه اللي بتخلي العيان يخرج يتنفس. لو ما اتحطتش الدعامه بعد ما بنخلص الحاجز الانفي وبنحط للاسف الفتيل العقيم اللي بيعمل لنا مشاكل، للاسف بيحصل بعد اللي بتشال بعد ايه؟ ده بتشال بعد يومين بكتير. عشان كده لو في اي جرح في الانف بيبتدي يحصل التصاقات وبيقرب من بعضه وتقفل الانف كاننا ما عملناش حاجه. التصاقات الانف من الحاجات الصعبه جدا اللي بنشوفها بعد عمليات حاجز انفي غير ناجحه، وبيطلع عينيا في ان انا اقعد مع العيان شهر وشهر ونص متابعه يوميا، وبنحط دعامه ونشيل الدعامه بعد فتره ونبتدي نعمل له ندخله عمليا نفكها له، قصه طويله جدا. عشان كده تركات الحاجز الانفي، النهاو بتاع الحاجز الانفي تتعمل بالمنظار زي ما احنا قلنا قبل كده اهي، بتعمل بالمنظار نسبة استعدال 100%. ناخد بالنا جدا ان احنا بنعمل الحاجز الانفي لازم عند ايد ماهرة ما يحصلش ثقب، وبنحط الدعامة اللي هي بتمنع لي الالتصاقات. ثلاث حاجات مهمين جدا، وهي دي زي ما بنقول التركات بتاعة الحاجز الانفي اللي لو مشينا عليها مظبوط العملية بتنجح بنسبة 100%، العين بتحسن في كل شيء وبتنتقل حياته من حياة لحياة تانية. تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.